الآن مشاهدينا خلينا نتابع من خلال جولة صحفية أهم العناوين والمنشطات الصحفية الصادرة في صحف القاهرة صباح اليوم. نقرأ من جريدة الأهرام الصفحة الأولى والمنشط الرئيسي: مصر بتؤكد التزامها بالدفاع عن مصالحها بكل الوسائل المتاحة بعد غياب إثيوبيا غير المبرر عن مفاوضات سد النهضة. واشنطن بتؤيد الموقف المصري، ترفض ملء السد قبل التواصل إلى اتفاق. طيب ممكن نقول شوية تفاصيل في الخبر. أكدت مصر أن كل أجهزة الدولة سوف تستمر في إعطاء موضوع سد النهضة الإثيوبي الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار ضلعها بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكل الوسائل المتاحة. وقالت وزارة الخارجية في مال لها صباح أمس إن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 من شهر فبراير المنتهي جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وتنفيذا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في 23 من مارس 2015. لجورنان آخر وخبر آخر، جريدة الأخبار الصفحة الأولى: رئيس الوزراء يتابع إجراءات الحجر الصحي بمطار الغردقة، مدبولي شائعات كورونا تصلني على موبايلي. وجورنان المصري اليوم وعنوان آخر الصفحة الأولى: الحكومة حددنا مكان إقامة الفرنسيين المصابين بكورونا وفحص المخالطين، مدبولي يطمئن على الحجر الصحي بمطار الغردقة، وافقنا على استيراد أجهزة ب 150 مليون جنيه. خلينا نتابع عن موضوع الفيروس كورونا المستجد مع الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يعني دكتور أشرف، ممكن هو ده الموضوع والحدث الأبرز، الناس متخوفة جدا وفي حالة من الذعر، بس احنا مش عايزين نخوف الناس لدرجة الخوف أو البانيك من هذا الفيروس، لأن أكيد في إجراءات احترازية بتقوم بها الدولة وممكن الفرد كمان يقوم بإجراءات وقائية تحمي من هذا الفيروس. صحيح، ضروري جدا ان نقوم باننا نتوقع الشائعات في هذه المرحله، لانه الشائعات الحقيقه بتقوم بدور سلبي جدا وبتضع الذعر في وسط الناس. الحكومه المصريه الحقيقه قامت بكل الاجراءات الاحترازيه المناسبه ووضعت اطباء عند المنافذ علشان الكشف على القادمين وخاصه من الاماكن التي بها اصابات كثيره. موضوع الاحترازية والمصارحة هو ده أهم الإجراءات اللي المفروض إن احنا بنقوم بيها والحكومة بتقوم بيها. كل الإجراءات الاحترازية مهمة جدا، وهي دي اللي هتمنع دخول الفيروس من الحالات المصابة أو الإصابات الموجودة في العالم. لكن كمان المصارحة ده شيء مهم، لأنه هو ده اللي هيخلينا نقدر نبعد عن مشكلة تفاقم الشائعات. نعم. ولازم الناس تثق في حكومتها وتثق في ما يصدره من بيانات. يعني دكتور، منع السفر أو حظر السفر ويعني إغلاق الحدود ممكن يمنع أو يحد من انتشار الفيروس أو دخول الفيروس، ولا الفيروس ده ملهوش حدود؟ لا، هو للأسف إنه الفيروس يعني بينتشر بسرعة. طبعا أهم مصادر دخول الفيروس هي المنافذ، سواء في المواني أو في المطارات، لكن ما فيش حد يقدر إنه هو يقفل الحدود تماما، لأنه دي بيضع نفسه في عزلة، وده برضو مش هيكون كافي لحمايته من الفيروس. لكن أنا عايز أقول بس أنه دول العالم المتقدمة جدا ظهرت فيها حالات، وظهور حالات لا يعني بالمرة أنه ده في قصور في الإجراءات، لأنه إحنا شفنا في حالات في أمريكا وفي حالات في كندا وفي حالات في فرنسا وفي حالات في إيطاليا، وهي من الدول المتقدمة، ولم تغلق هذه الدول حدودها مع عموما لمنع دخول الفيروس. لكن الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بها وزارة الصحة واللي موصى عليها من منظمة الصحة العالمية هي دي اللي هتمنع دخول الفيروس، وكمان المصارحة والتعامل مع الحالات. يعني في موضوع مثلا الحالات اللي كانت عائدة من مصر ودخلت فرنسا، لازال لسه في
إجراءات بتتم للمعرفة تحركات هؤلاء السائحين اللي كانوا وصلوا يعني مصر وراحوا على مصر. حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء يا دكتور إن الفوج كله غادر الفوج، وإن تم مراجعة الأماكن اللي هم متواجدين فيها للتأكد من وفحص المخالطين كمان. بالظبط كده، وتم فحص المخالطين لهذه الحالات. تمام دكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة في جامعة عين شمس، شكرا جزيلا ليك يا دكتور. نروح لجريدة الجمهورية الصفحة الأولى، السعيد انخفاض معدل البطالة يصل ل 8%. بقية الخبر الريف أقل بطالة من المدن، والزراعة والأسماك هي الأكثر جذبا للعمالة. طيب ده صفحة جنون الجمهورية الصفحة الأولى. معاك تفاصيل بقى موجودة أكمل. طيب خلينا ندخل الأهرام الصفحة الثامنة، فحص 5,200,000 سيدة بمبادرة الرئيس. ده جورنال الأهرام الصفحة الثامنة اهوت. طيب نقول شوية تفاصيل كده. طيب خبر تاني، لا نرجع لدكتورة يمنى الحماقي، خلينا نتعلق على الخبر الاقتصادي اللي معانا اللي كان في جريدة الجمهورية، ارتفاع معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي ل 43.1% والبطالة تتراجع ل 8% وانضمام 500,000 لقوة العمل. صباح الخير. صباح الخير. اهلا صباح الخير. يعني فيما يتعلق بانخفاض معدل البطالة إلى 8%، ما الذي أدى لانخفاض هذا المعدل يا فندم؟ هي الحقيقة يعني معدل النمو الاقتصادي هو من أكثر المؤشرات المهمة اللي بتشير إلى أو بيبقى لها انعكاس جيد في انخفاض معدل البطالة، فالحمد لله احنا مؤشر النمو الاقتصادي تحرك إلى ما يقرب من 5.8%، مقربين أو بنتمنى أننا نوصل إن شاء الله في 2020 إلى 6% معدل نمو. معدل نمو معناه زيادة إنتاج، زيادة إنتاج معناه استثمار، الاستثمار معناه تشغيل، وبالتالي هنا بنشوف أن مع ذلك في انخفاض في معدل البطالة. النقطة المهمة جدا بس اللي عايزين ناخد بالنا منها انه انخفاض معدل البطالة بيأتي من قطاعات ذاتها، يعني بمعنى انه جاي من قطاع التشييد والبناء جزئيا، جاي من السياحة، جاي من قطاع الاتصالات، لكن ما زال القطاعين اللي هم الصناعة والزراعة اللي هم أكثر قدرة إن هم يستوعبوا عمالة بنسبة كبيرة جدا ومشروعات صغيرة وصناعات مغذية ما زال مطلوب مزيد من الجهد يعني اننا نوجد فرص عمل فيهم، لان هم دول اللي هيدوني الاستدامه. الاستدامه بمعنى ايه؟ الاستدامه بمعنى ان انا اقدر انزل فعلا معدل البطاله، لان هو معدل البطاله الطبيعي اللي هو المعقول هو 4%. فلو انا حتى وصلت ل 8 فانا ضعف كمان، لو انا دخلت في مؤشر البطاله الاقي انه هذا المؤشر بيحمل مشاكل في الداخل، بمعنى انه المتوسط هو 8 لكن بطاله الذكور بطاله الشباب عاليه، يعني بطاله الشباب تكاد تصل تعدي 25% من هذا المتوسط. ايضا في نقطه ثانيه مهمه جدا ان بطاله المراه من مرتين ضعفين الى 3 أضعاف بطاله الذكور، ده معناه ان انا هيكل البطاله محتاج نشتغل عليه بشكل اكثر كفاءه واكثر فاعليه. الجهود اللي بتشهدها الدوله حاليا في تفعيل دور قطاع الصناعه والزراعه في ايجاد فرص عمل هي جهود طيبه، لكن ما زالت بتحتاج رؤيه واضحه، ما زالت بتحتاج تحرك اسرع على ارض الواقع. يعني برضو ما مؤخرا المبادره بتاعه البنك المركزي للمشروعات المتعثره محتاج تفعيل دورها على ارض الواقع، يعني ان لا يتم فقط استهدافها من خلال ان انا اخد الناس اللي هم متعثرين
واديهم فلوس عشان يعالجوا مشاكلهم، لكن لازم انزل الى انا بحط فلوس فين واقيم الدور ده واشوف هيصاحبه ايه من التشغيل. سواء كانت لاننا دراساتنا الميدانيه بتقول ان كثير من المصانع وخاصه الملابس الجاهزه مثلا يعني طردت عماله كثيره جدا. ليه؟ لان هي ما قدرتش تستحمل التغيرات بتاع تحرير سعر الصرف، وبالتالي راس المال المطلوب بقى اكبر. ففي الحقيقه قصص واقعيه في ارض الواقع مطلوب مننا كاجهزه وكوزارات وكمجتمع مدني ننزل ونستهدف هذه البدائل اللي هي بتحمل وجهين، بتحمل فرص وتحديات. يعني هي في حد ذاتها، لكن مطلوب اننا نحولها من تحدي الى فرص. عندنا مجالات هائله في هذا الاتجاه ان شاء الله نقدر ندعم بتوجه انخفاض معدل البطاله ان شاء الله. الدكتوره يمنى الحمائي استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا ليك يا دكتوره. نروح لجريدة الأخبار الصفحة الثالثة. الاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء المطابع الأميرية سبتمبر القادم، جامع فرع جديد بالعاصمة الإدارية ونقل أحدث تقنيات الطباعة والنشر. جريدة الجمهورية الصفحة الثالثة، بعد تطبيق الهيكل الإداري الموحد لمصلحة الضرائب، قانون جديد للضريبة على الدخل ولا أعباء جديدة على المواطنين. آخر خبر معانا في جولتنا الصحفية من المصري اليوم، أبو الغيط في الجزائر للترتيب للقمة العربية، مطالب بعودة سوريا وفلسطين وليبيا أبرز الملفات. ده كان المصري اليوم. تفاصيل أكتر عن زيارة أبو الغيط للجزائر معنا الأستاذ خالد العيسوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير أستاذ خالد. صباح الخير يا فندم على كل المشاهدين الكرام. يعني في ملفات عدة أبرزها ملف فلسطين وليبيا، وتقييم حضرتك لزيارة أبو الغيط في الجزائر للترتيب للقمة العربية. يعني بالتأكيد الزيارة التي قام بها الأمين العام للجامعة العربية تأتي في إطار الترتيبات الرئيسة والمهمة والأخيرة لعقد القمة، لكن ربما تأتي السفن بما لا تشتهي الرياح، انه هناك تاتي الرياح بما تشتهي السفن بان فيروس كورونا والامور المترتبه على الساحه الاقليميه والدوليه ربما تؤجل هذه القمه الى شهر يونيو المقبل بعد ان خرج ابو الغيط من لقائه مع الرئيس الجزائري، لمح بشكل او باخر الى فكره التاجيل نظرا للظروف المحيطه في المنطقه وانتشار فيروس كورونا في عدد من الدول العربيه واهتمام الدول والزعماء والقادة في تلك الدول بكيفية مواجهة هذا الفيروس المنتشر. وبالتالي أعتقد أن الترتيبات قد انتهت بالشكل يعني النظري، لكن على الناحية العملية ربما تؤجل هذه الأمور نظرا للظروف المحيطة. أعتقد أن الملفات التي طرحت أمام أو التي من المنتظر أن تطرح أمام القمة بعد أن تناولها الأمين العام للجامعة العربية و الرئيس الجزائري بحكم انه الدورة المضيفة، اعتقد انها تاتي في اطار الاهتمام الدولي والاقليمي بهذه الملفات، ومن اهمها الملف الليبي. كما تعلمين ان الجزائر ربما تكون على المحك في الملف الليبي، وانها تقوم ايضا بدور كبير جدا مع مصر من خلال الدول المطلة على ليبيا والدول القارة لليبيا من خلال التنسيق المستمر بين مصر وتونس والجزائر والترتيبات الرئيسية لعقد يعني لقاءات دورية ما بين الدول المجاورة لليبيا لإنهاء حالة الاقتتال الموجودة في ليبيا وإخراج العنصر التركي والميليشيات التركية من ليبيا والحفاظ على الأمن الإقليمي لهذه الدول. أعتقد أيضا هناك الملف عودة سوريا، هل الظروف باتت مواتية أستاذ خالد لعودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية؟ يعني اعتقد ان الرئيس الجزائري ياخذ على عاتقه هذا الطلب وربما سيتقدم به بشكل رسمي خلال القمه المقبله بعد ان ظهرت الحقائق ووضحت ان هناك احتلال تركي واضح لسوريا وهناك تدخلات في الشان السوري وان الجيش العربي السوري استطاع ان يحمي الكثير والكثير من اراضيه رغم كل المحاولات وكل يعني المؤامرات التي تحاك به، لكن مؤخرا استطاعت سوريا والدولة السورية أن تظهر بشكل واضح من خلال تصدي للعدوان التركي ومن خلال القيام
بإخراج الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تطعنها تركيا من الأراضي السورية، وأيضا من خلال موافقتها على كل الإجراءات السياسية لعقد لقاءات سياسية ما بين المعارضة السياسية التي لم ترفع السلاح وما بين النظام في سوريا. وأعتقد أن كل الطرق أتت إلى هذا الأمر وكل السبل بدت واضحة في أنه يمكن حل الأزمة السورية سياسيا إذا ما تم إخراج المحتل التركي من المشهد، وأيضا إذا ما تم إخراج أيضا الجانب الإيراني والجانب حزب الله وكل الميليشيات وكل الجماعات التي تسعى إلى يعني عدم استقرار سوريا. نعم أستاذ خالد، يعني سريعا كده، أيضا من الملفات بعيدا عن فلسطين وليبيا هناك أيضا ملفات هامة تطرح على هذه القمة، من وجهة نظر حضرتك ما هي أبرز هذه الملفات؟ يعني أعتقد أن محاربة الإرهاب والفكر المتطرف والقدرة على إنشاء الدولة الوطنية واستمرار النداء المصري بحكم أن مصر دائما وأبدا تدعو إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية وضرورة أن تكون هناك الجيوش الوطنية والدولة الوطنية. أيضا أعتقد أن الحالة الاقتصادية التي يعني تظهر في معظم هذه البلدان خصوصا الجزائر وتونس وغيرها. الأستاذ خالد العسوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك أستاذ خالد. كده نكون وصلنا لنهاية جولتنا الصحفية السريعة في هذا الصباح وفقراتنا مستمرة معكم. على رأس الساعة إن شاء الله هيكون موجز أهم الأنباء مع نجلاء الجعفري، وبعد إن شاء الله هيكون أول وقفة حوارية في هذا الصباح. خليكم معنا.